فوق التقليم. هادو مقصات للمحترفين، مقصات يدوية. عندك النوع هذا، هادو ضد الصدأ، هذا مخدوم من معدن غير قابل للصدأ، ستاينلس ستيل. عندك النوع هذا والنوع هذا، حاجة مليحة. هذا يخدم لك حتى 2.8 سنتيم القطر، وعندك هذا، هذا يخدم حتى 1.5 سنتيم. هذا تاع الورد ولا كاين. المنشار عندك عدة أنواع، عندك هذا طويل، هذا يجيب لك نقولو حتى قطر 25 سنتيم. هذا تشوف فيه يطوط، فيه الأسنان تاعو معكوسة باه تقص مليح، وفيه هذه الزيادة الموس هذا، هذا باه كي تعود هابط تجيب معاك الغصن بسهولة. المقبض تاعو ثاني مليح، وعندك هذا تاع الجيب، هذا الأحسن يخدمو مع بعض، تحطها مع هكذا في الجيب وسط تخدم على روحك. هذا يجيب حتى 18 سنتيم، 150 سنتيم، استغفر الله. خفيف مليح، جماعة كومبينغ ثاني. وعندك هذا 18، ها فيه السيكيريتي أمان، تفتح وتفتح تاعك. وعندك النوع هذا ثاني 18 سنتيم. وهذا المقص الطويل، هذا تستخدمه في التقليم، وفي نفس الوقت تنقي به الجنان ولا تنحي به الأشجار الغابية كيما السدرة كيما القندول. وفي هذه الفي، هذه الفي زيد العزم، هذه تعاونك. هذا تخدم بزوج يدين، يتفتح حتى 6 سنتيم. وفي هذه الزيادة، هذه الزيادة يثبت لك الغصن، هذا النتيجة تاعو تكون مليحة بزاف، لأن هذا القاعدة هذه تعاون، ما تميش الشفرة، تجي مندمجة مع القاعدة هكذا وتقص.